اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ منور. الله يخليك، انت منور. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش، مشرف ومنور يا كابتن حشيش. كابتن اسلام ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله، كله الحمد تمام. لله. الحمد لله. كابتن شريف، هبدا مع حضرتك الاول. بكره مباراه مهمه، كيف ترى هذه المواجهه في ظل هذا الاجهاد الكبير اللي بيمر بيه النادي الاهلي؟ هاخد من كلامك طبعا قصه الاجهاد الكبير دي بقى شيء واضح بالنسبه ان اللعيبه دي ما خدتش اجازات ولا مستريحه ولا اي حاجه خالص، وابتدى يحصل السيناريو بقى بتاع الاصابات كمان. يعني انت ما بتخرجش من كل مباراه سليم، يحصل لك بيقع منك لاعب اتنين، اشتباه في لاعب كمان ممكن يشترك الماتش الجاي يبقى عنده شك في شد او حاجه زي كده، فهتضطر يا تخليه بره يا تبتدي بيه ويجي له الشد. واصلا احنا لعبه كره القدم مبنيه على اساس واحد، الحاله البدنيه. عشان تلعب كوره وتبقى متفوق وتبقى بتدي تعرف امكانياتك وفردياتك وكل حاجه، لازم بدنيا تبقى واقف على رجليك، يعني ما فيهاش حل تاني غير كده. بدنيا؟ بدنيا. طب انا احنا لما كنا بسالك في الحلول بعدين. انا واحد من الناس، يعني ما كانتش حالتي البدنيه كانت قويه ما كنتش هقدر ادي. بشكل عام اعتقد بشكل عام هعمل سبرنتاتي، عايز اعمل روغاتي، عايز اعمل ابني هجمه، عايز اعمل عرضيات، عايز ارد تاني مع الفرقه واستلم واعمل، فده عايز مجهود كبير جدا. وفي نفس الوقت انت بدنيا ذهنيا بيساعدك، تركيزك بيبقى شامل الحكايه كلها، تقدر تنفذ اللي بيبقى مطلوب منك من كوتش مهامك جوه الملعب. فاعتقد ان اللعيبه ما عندهاش وقت حتى تعمل استشفاء. يعني انا ساعات بطلع من مباراه عندي خبطه صغيره في رجلي، عندي احساس باجهاد، ما بلحقش. مظبوط، يعني ما بتلحقش. يعني بنعمل كل الحاجات دلوقتي متوفره، انك انت تروح للمساجات، تروح للمغطس الساقع او السخن او 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 او، انما في نفس الوقت انت محتاج في الفتره دي زيك زي كل العالم كله والبشر كلهم انك انت مستريح، او تاخد لك على الاقل 4 5 ايام مستريح، مش اسبوع ولا 15 يوم. فانت بتاخدهمش الا لو اصبت او دخل علينا بطولات تصفيات افريقيا، او انت مش لعيب محترف او لعيب دولي، انت بتاخد فيها الاجازه ساعتها وبيهووك شويه عشان يرجعوا يلموك تاني ويجيبوك تاني. انت عارف بتبقى في بتحصل اصابات من الرجوع والدخول. مظبوط، الحاجات اللي بتحصل في وسط ما ساقعه وسخنه زي زمان. لا وكل واحد عايش حياته. يعني انا بنام الساعه 3 الصبح بفضل فاتح التلفزيون، مفيش حد عايش الحياه الاحترافيه اللي احنا بندور عليها. اوكي، لان المسافه بيننا وبين الاحتراف بره كبير قوي، كبير في الادوات، كبير في الامكانيات، كبير في الحياه اللي بيعيشوها اللعيبه بره. انا بلعب الفتره اللي انا فيها دي من عندي وانا عندي 18 سنه مثلا لغايه 34 سنه، ده شغلي. فلازم ده المفهوم اللي يبقى موجود مع اللعيبه اللي هي بتلعب في مصر. ده شغلك دلوقتي انت. وبعدين يا اسلام، ايوه، احنا نطلع بقى من كل ده، احنا رايحين نلعب. احنا مش رايحين نحضر الذره. يعني مش هنروح نحط المثلث ده جنب المربع، يعني انا رايح العب، رايح امتع نفسي ومتع الناس اللي بتحبني. اوكي، خلينا ناخد المبدا ده دلوقتي، نديه للناس على اساس ان احنا طبعا انا برفه نفسي، انا لعيب الدنيا كلها، تلفزيونات وفلوس وجماهير وكله ده، وانا الكينج، انا الحكايه عليا، وكلنا عايزينك تبقى كويس، مفيش حد ضدك، اما نعرفكش، انا نعرف كورتك، نعرف ادائك، نعرف تنفيذك في الملعب، فهي الحكايه كده، حكايه فور فن. بس في مسؤوليات جماهيريه وفي مسؤوليات طبعا في المؤسسه انت بتشتغل فيها. طبعا لازم تخش وتنفرد، يعني تبقى متفرمط والدنيا مأسساك ازاي، وده لازم تعيش حياه احترافيه.